طيب هنعمل بقى حاجه كده لذيذه، هي تمر بالطحينه، حاجه مغذيه جدا 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 جدا، حاجه كده زي ما نقول ايه، مولد الطاقه، يعني حاجه كده لو خدوا منها واحده الصبح ولا حاجه كفايه جدا. ليه؟ بتتكون من ايه بقى؟ بصوا دي، طبعا احنا عارفين الطحينه قد ايه هي مفيده، لان هي فيها سمسم. السمسم ده يعني مفيد بطريقه غير طبيعيه لكل حاجه في الجسم، مش عارفه اعدلكم ايه ولا ايه ولا ايه. فالسمسم نعمل من الطحينة عمولها من السمسم، فهي مفيدة جدا جدا. عندنا السوداني، عندنا العجوة او التمر، انا جبت عجوة عشان يبقى اسهل. هو التمر بيعملوها بيقطعوها ويفصصوها منها، بس انا كده كده موجودة العجوة حلوة، ابدأ ان انا اشتغل بيها. بص بقى، انا حاطة هنا بجرش بس شوية سوداني كده حبة كويسين عشان اغلب بيهم الكرات بتاعتي. هو دي كل مكوناتها، شوية سوداني كده، بعملهم ايه حلو كده نص عمي. يعني مش هي قوي. تمام، بناخد بقى ايه السوداني ده المجروش ده كده، تمام، وهناخد، قول لها جابت لك وصفه قريبه من ده. شويه بقى ايه، انا مثلا عندي هنا قولي كوبايه سوداني، كوبايه سوداني عشان بقى المقادير بتاعت الايه، بتاعت الوصفه نفسها اللي احنا هنعملها دي. الطحينه على العجوه، العجوه دي حوالي ربع كيلو، كلها بالحوالي يعني مش كلها، ما فيهاش حاجه ايه جامده جدا. هنكسر قوي ده بقى، قوي قوي شويتين، لغايه القوام اللي انا عايزاه، يعني ايه برضو يبقى فيه يعني انا احط من بره المجروش الخشن ومن جوه الناعم قوي، تمام، يعني تحس بطعمه برضو. ده هنشوف كده الاخبار ايه. بسم الله، لسه نطحن شويه كمان فيها. في بقى كمان بيحط بسكوت كمان، يعني في ناس بيحطوا فيها كمان بسكوت، هي مش مصريه، مش اصلا مصريه يعني، ففي بيحط مع السوداني ده بسكوت ناشف، بسكوت ساده، يكسروها ويحطوها معاها، وتبقى خلطه كده ايه برضه محترمه يعني. بس انا اكتفيت بالسوداني عشان تبقى ايه الكميه مش كبيره. هنحط بقى ايه الطحينه، انا هحط مثلا الاول قولي نص كوبايه كده، ونشوف لو عزنا تاني نزود شويه شويه. على فكره كنت تعجن بالايد عادي جدا. وهناخد بقى كده العجوه دي، نحط واحده واحده كده، لغايه ما تديني قوام عجين، قوام ايه؟ قوام عجين تقيل. اوكي، ممكن احنا نعملها بايدينا ونعمل منها الكرات اللي بقول لك عليها اللي هتشوفوها معانا دلوقتي. حاجه كده وهم بقى، والطحينه مع التمر دي حاجه كده ما تتخيلوهاش. ممكن ناس كتير تستغربها، ولكنها دي من قديم الزمن، من قديم الزمن وهي موجودة. لا 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 لا، ده احنا هنعملها كرة، احنا بنتقلها مش بنخفها. كده حلوة. بص بقى، بص بتتعمل ايه، ما تلزقش في ايديكي، كرة ناشفة كده اهي، ماشي. وممكن راح تحطيها على السوداني كده، ممكن نسيبها كده ونلزق فيها السوداني. انا عايزة اكبر طاقة ممكنة اهي، ونعملها كور كده تتقدم بقى. تحطيها في علبة، تحطيها في ورق كب كيك الصغير ده، زي ما انت عايزة بقى تقدميها، تقدميها تمام كده. بس انا هقعد اكور شوية. بص واحطها في السوداني، وانا بحطها في السوداني باخد حبة كده واضغط عشان ياخد من بره سوداني مجوش اللي جوه ناعم. عايزه تسيبيه زي ما هي اللي جوه ناعم بس، اوكي سيبيه باللي جوه بس. عايزه تحطي عليه جوز هند من بره، ماشي برضو اضغطي جوز هند معاها اللي يعجبك. بس هي الوصفه كده، يعني هي الوصفه السوداني والطحينه والتمر.